السلام عليكم جميلاتي، شطاري فيكم؟ ياك لاباس، ياك بخير، اموركم هانيه، واني بيكم حبيباتي كاملات. وكالعاده وبحال دائما غتلقاو عندي شي حاجه ديما حصريه وديما كاين الجديد. ديما البنات غتلقاو ان شاء الله باذنه غتلقاو عندي الحصريات والجديد دائما، ما كاينش تكرار، دائما الجديد. اليوم جبت الحل السحري الماجيك لكاع العيالات وكاع البنات، واكثر حاجه كنعانوا منها احنا النساء بصفه عامه. يعني اي امراه في العالم كتعاني من نفس المشكل اللي هو الشعر الزائد. الشعر الزائد البنات مشكل كيأرق جميع النساء. وندخل معاكم نيشان في الموضوع، ما كاينش شي وحده ما كدير لاصيغ ما كتحس بالالم، وانا واحده منهم. يعني انا اللي عندي هذا المشكل حتى انا. يعني كي نعرفوا لاصيغ كتكون مؤلمه، وداك الالم بعد مرات كيكرهك فيها، كديري منها بالناقص. ولكن هذه المره جبت لكم الحل السحري البنات، اللي هي هاد لابومان. هذا مخدر موضعي كديروه على المنطقه اللي بغيتوا تحيدوا منها الشعر، كتخلوه مده 20 دقيقه حتى كتحسوا بديك البلاصه بانها تخضرت. يعني كتحسوا بنوع من التخضير، كتنعسوها واحد شويه، ماشي بحال الا كانت فايقه 100%. هذا البنات خطير خطير خطير، لا يفوتكم هذا الكريم المخدر الموضعي. كديروه قبل الصغ كما قلت لكم من 4 ساعة حتى 20 دقيقة، يعني كل واحدة على حسب اللحم ديالها. المهم الوقت اللي غادي تحسي بديك المنطقة صافرة تنملت، ديك الساعة حيد الشعر، توكلي على مولانا وحيد الشعر بدون ألم. ولا يمكن شي بنات غادي يجيهم ألم خفيف، ولكن ماشي بحال الا ما كانش كاع، خصوصا المناطق الحساسة. المناطق الحساسة يعني هي اكثر بلاصة كتكون مؤلمة جدا، لدرجة يعني كاينين شي بنات ما كيقدروش يتحملوا داك الالم، داكشي علاش كيديروا لاصيغ، مع انها احسن حل لهذيك المنطقة بعد لازيغ بطبيعة الحال. كي قلت لكم الطفيلات هذا الكريم لا يفوتكم، راه خطير 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 خطير. هذا طبي، كتاخذوه من الصيدلية، كتمشوا عند الصيدلية ديروا دابا سكرين للشاشه باش تاخذوا سميتو، كتمشوا عند الصيدليه تقولوا له عطيهم، كيعطي لكم عادي. يعني كتلقاوه في اي صيدليه مشيتوا لها راه غتلقاوه فيها، لاني كنت حطيته مره في سناب شات عندي وسولوني البنات عليه بزاف، فين غنلقاوه فين غنشريوه فين هادي. البنات هذا مرهم طبي، يعني تلقاوه في الصيدليه، وراه كيستخدموا حتى الناس هذا اللي كيديروا المنظار باش شحال هذه. ما دابا يعني طوروا، ما بقاوش كيديروا المنظار بنفس الطريقه، ولاو كيديروا لك داك البنج اللي كيكون على شكل اكسجين، يعني كيدوخوك ما كتحسي بوالو. شحال هذه كانوا كيديروا هذا، يعني كيعطوك واحد الكميه منه معينه كتاكليها باش كتخضري، كيخضروا لك البلعوم ما كتحسي بوالو. ولكن البنات وياكم تمشوا تاكلوه ويجيكم هذا تخضر لكم ديك العضله ديال الرقبه، وتاكلوا شي حاجه ويتغير مسارها ولا شي حاجه. المهم راه فيه الورقه ديالو، قراوه مزيان، سولوا عليه الصيدلي مزيان. انا اللي ننصحكم به هو تستخدموه لاصيغ، يعني الوقيته اللي تبغوا ديروا لاصيغ كديروه بربع ساعه حتى 20 دقيقه، كاينين شي بنات غير 10 دقائق كافيتهم صافي، وكتحيدوا الشعر ديالكم بكل امان وراحه، ما كتحسوا لا بالم لا بوالو. مازال غادي نحط لكم ان شاء الله طريقه كيفاش هذا كيفاش ما ينضش لك الشعر دغيا، ومع المداومه عليها ما كيبقاش كينوض خفيف، يعني شعره شعره. ولا داومتي عليها واحد المده، واخا هي كتبغي شويه الوقت، ما كيبقاش ينوض كاع، اللي هي ما غنقولها لكم دابا، ولكن بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا الوصفه اللي هي تاره. البنات تمشي عند العطار وتقولي يعطيك تاره، هاد التاره تقبضيها وتطحنيها مزيان، تطحنيها عند العطار نيت، لان هي شويه كتكون قاصحه، تطحنيها حتى كتولي باودر، وكتزيدي عليها زيت الزيتون ولا اي زيت، وكتخمريها فيه،
وتخمريهم مده 15 يوم في الظل تحت البلاكار ولا في شي ماريو ما يكونش يلحق الضوء، وتبقاي كل نهار تحركيها، يعني كتخضيها بحال هكا، تقلبي القرعه مزيان باش تخلط ديك التاره مع الزيت، وترديها بلاصتها مده 15 يوم. من بعد 15 يوم كتولي كتحيدي الشعر بلاصيغ ولا باي طريقه كانت، وكتدهني ديك المنطقه، كدهنيها دهنيها مزيان حتى كتحسي بها سخنت عفوا. مع المداومة عليها البنات كيولي الشعر ينوض لك خفيف وكيتعطل منه، يعني كتضعف دوك البصيلات ديال الشعر وكتخلي الشعر تكون ضعيفه، الى ناضت كتنوض ضعيفه وكتنوض في مده طويله، يعني مكتنوضش دغيا. ومع المداومة عليها كتخلي ديك البلاصه خاليه من الشعر تماما، ولكن مداوم عليها مده البنات، يعني باش نكون صريحه معكم راه ماشي شهر ولا شهرين، فوق 6 شهور كتداومي عليها عاد كتقتل لك الشعر. راكم عارفين حتى اللازر الا بغيتي ديريه راه خاصك تداومي عليه باش ما يبقاش ينوض لك الشعر، وحتى الا نوض كينوض خفيف، يعني كديري له غير هكا وكيطيح. المهم حتى ندير لكم ان شاء الله الوصفه، نصورها لكم فيديو باش كاين شي من الناس خاصهم حتى يشوفوا الحاجه قدام عينيهم كتصايب عاد كيفهموها، بحال هكا واخا نشرح ما غاديش يستوعبوها 100%. المهم ان شاء الله لنا لقاء ثاني في فيديو ديال هذا ديال تارة، غندير لكم بالتفاصيل الممله ونعدلها قدامكم وتشوفوا الطريقه كيفاش. نتمنى حبيباتي نكون فدتكم ونكون ما ثقلت عليكم وما طولت عليكم، واني بكم حبيباتي، وجربوا جربوا هذا الكريم حبيباتي، جربوه راهو خطير ما يطوف، لا تفوتوها البنات، ننصحكم فيه. يلا حبيباتي ما تنسوني بلايك وباشتراك في القناة باش تدعموني وتزيدوا قدام ان شاء الله. يلا حبيباتي وني بكم وتهلاو لي فروسكم.